السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في درس جديد مع موقع جديد، هذه المرة مع موقع فيلد بيتكوين، موقع رائع جدا لجمع الساتوشيات وإضافة إلى المواقع الأخرى التي قمت بشرحها. فهذا موقع والآخر جميل ومميز في هذا الموقع أنه فقط يقوم بجمع الساتوشيات لوحده، فقط تقوم بالتسجيل وتتركه يعني تعيبك كل ساعة أو كل ساعتين أو كل ما شئت، فقط أن يتجاوز الأمر بين السحب والسحب 5 دقائق. هو موقع رائع جدا يقوم بجمع أوتوماتيكيا، يعني تلقائيا يقوم بجمع الساتوشيات وحده. إذا حين تقومون بالدخول على رابط الموقع الذي سأتركه أسفل الفيديو في منطقة الوصف، ستنبثق لكم الصفحة الرئيسية وهي على الشكل التالي كما ترون الآن، ثم ستقومون بكتابة هنا ستقومون بكتابة الإيميل الخاص بمحفظتكم جزابو أو أدرس البيتكوين الخاص بمحفظتكم. إذا سأقوم أنا بكتابة الإيميل المسجل مسبقا، ثم سي إن، ثم كود تجاوز كود الكابتشا. ننتظر إذا ما يقوم بإعطاء كود الكابتشا لكتابته بسرعة. إذا فيش تاكوس، هذا هو كود الكابتشا، ثم ريتن تو باج، ثم سامبيت. سأرى الآن كم قام بجمع لي، فقد قمت بالسحب قبل الساعة، إذا الآن قام بجمع 111 ساتوشي كما تشاهدون، ساعة فقط قبل ساعة قمت بالسحب والآن 111 ساتوشي تمت جمع بسرعة. إذا عند رؤيتكم لعدد الساتوشيات التي أو مكان الساتوشيات التي تم جمعها، تقومون بالنزول إلى الأسفل هنا، ثم تبحثون على كليم ناو، كليم ناو، ثم تقومون بالضغط عليها هكذا، ثم مرة أخرى تتجاوزون كود الكابتشا، ننتظر إلى ما يظهر لنقوم بكتابته من جديد، ربما كود آخر. نعم سبرينج، كود آخر سبرينج ترينينج، ثم ريتن تو باج، ثم سامبت. إذا حين يكون هناك الصفر، إذا صفر ساتوشي بمعنى أن 111 ساتوشي قد تم إرسالهم مباشرة لمحفظتي أكزابو. سنتأكد حتى تكون الأمور أكثر وضوحا، سأذهب إلى محفظتي أكزابو، هل وصلت؟ إذا فيلد بيتكوين جاست ناو يعني الآن وصلتني 115، كانت 111 لكن إضافت 4 ساتوشيات حين قمت بالإرسال. إذا موقع موثوق جميل رائع لجمع الساتوشيات، يجب ضمه إلى باقي المواقع.